على ايدي. عمو لحالي ليش غسيلك على طول مبقع ومقلقل؟ شو عملتي لي مبقع ومبقع جارتنا؟ ضليت ساعة معك فيها حتى اهتروا ايدي. شوفي شوفي. ايه بعرفك منال انتي نظايفية والعطل مو منك ولا من المسحوق، بس يا حصرتي البني ادم قد ما شد على حاله ما بينظف مثل الاوتوماتيك. نحن طايلين غسالة عادية يا حصرتي حتى نطول الأوتوماتيك. ليش شبكون؟ الغسالات معبية المحلات. ايه صح، بس الجيبة فاضية. جيبوا بالتقسيط مثل ما جبنا نحن. جبتوا؟ ايه بعد ساعة بتصع غسالة أوتوماتيك وفول أبشة. حياتي ما راح جيب فول أبشة حياتي. مو مبين قولي على قامتي، هذا غير المطب خاصة إذا الشوفير رحمن ما بينتبه له إلا بعد ما ينطفئ. يا سئيلة إيش في؟ عاجبتك إنك شلي على الفنجان؟ لا بالله أطالع إيديك اللي مفقف. لا من كتر الغسيل كل غسلة بتقطع الظهر. أجيبي غسالة أوتوماتيك بتكبسيها زر بتصير بتلف 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 بتلف، بعد ما بتلف بتكون غسلتك الغسيلات بتنشف وبتطلع على البرندة بتنشف. شايفة أجيبي غسالة؟ نحن وقت اللي كنا أربعة عفيف ما عرف يجيب غسالة، بدك إياها هلا يجي. شو دخل الثلاثة والأربعة بالغسالة حنان؟ وقت اللي كنا أربعة كان ممكن يجيب غسالة إذا زاد معنا مصاري. إيه بس هلا إذا زاد مصاري عفيف بده يتجوز، معقول يجيب غسالة أوتوماتيك وفي عنده شاغر؟ دخيلك أنت وعفيف شروال ماله ودكتور 24. إيه قال طبيبهم يداوي الناس وهو عليله. إيه بدل ما تنصحيني اشتري أنت. ومين قال لك إنه ما اشترينا؟ ليك جاي على الطريق. ما حلك تتعنطزي علينا، بعدين يعني ما حلوة ما حلوة بحقنا هيك تتعنطزي علينا. حنان صدقيها صدقيها لزهرة، دفعنا قسطة وليك جاي عن جد. إيه تتهنوا. الله يهنيكي. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. أنا ريحة. الله معك. بعدي بالسلامة. زهرة ليش هيك جكرتي؟ حرام عليكي. أيب ليكي بقتلك أنت وياها. طبل الدنيا بالحارة، ما في غير الحكي على غسالة الأوتوماتيك، كيف بتفط وكيف بتشطف وكيف بتنشر لحالة. أنا مرتاحة من هالهم، ما بدي لا أوتوماتيك ولا متيك، عندي أحسن غسالة. يا شباب شفت غسالة يا شباب؟ يا شباب؟ أبوك يا النظافة ما أحلاك. رحمة الخمسين. اشتري لها غسالة اوتوماتيك وريح حالك، حاجة بقى مرتك تغسل عليه. لك عمي انا اوتوماتيك ونص وعم بغسل اوعي واوعي مرتي، وما بدي حدا ينخني بيوم. هي جيرانك صار عندهم غسالة اوتوماتيك، شوف ابو جدعان هو وصورته عاملين معرض بالحارة. حاجة يا عمي روح عنا يا ما حدا هلكنا غيرها. لك جينا وجينا وجينا جبنا غسالة وجينا. جينا وجينا وجينا جبنا جبنا غسالة وجينا. انا عندك عدالة بدي فهمكم شلون بتشتغل الغسالة. فطار بتسخن المي. ايه بتسخن المي. مي بتفض الغسيل. بتفض الغسيل. غسيل بتنشف. بتنشف مو بس بتنشف بتنشر كمان. ايه ايه بتنشر وكله انت متين. وبتكوي؟ بتكوي بديع؟ لا ما بتكوي. شو بدك الخبز مخبوز والمي بالكوز ما بيكفي كل هالشغلة؟ خلصنا خلصنا عمي ممدوح، خلينا نفوتها بقى حاجة. ما خلص شفيق، خلي عمي أبو جدعان يفهمنا على الغسالة. بتحط المي، الغسالة بتسخن المي، بتحط لك المسحوق على العيار. هيك بديع ولا مو هيك؟ هيك هيك. صرت عايدة 20 مرة كل شوي بتوقفني وبتقلي هيك ولا مو هيك؟ هيك. وبتنشف وكله أوتوماتيك. بتنشف على الأخير؟ بديع بتنشف على الاخير؟ لا لا بضل فيها شويه رطوبه. اوه بدك الخبز مخبوز والمي بالكوز؟ عم نسال شو عيب السؤال؟ عمي ممدوح حاجه ما هي بكفي. ما خلينا نفوت لجوا. استنى شوي شفي، شو بك بصلتك محروقه؟ خلي عمي ابو جدعان يشرح لنا. اشرح لنا عمي ابو جدعان اشرح لنا. بتحط المي الغسالة بتسخن لحالها وبتعمل كذا زوم وبتفض وبتسبع وكله اوتوماتيك. مو هيك بديع؟ هيك ابو جدعان ما
بعتقد انه حاجة شرح، ما هيك؟ شو رأيك نفوت لجوا؟ تقبرني شو رأيي؟ تقبروني كلكم شو سألها؟ مزبوط مرت عمي، اشرح يا بشراح، تقبر قلبي، انت الوحيد تفهم بالتوماتيك. ايه بتحط المي، الغسالة بتسخن لحالها، بتفض وبتسبع، ومو بس هيك كمان، وبتنشر، وكله اوتوماتيك. الله عالشوام، الله الله عالشوام، ايه ما خلوا شي ما اخترعوه. يا عيني يا عيني. لا غير نكهة، غير نكهة. بس شوفي مرت عمي، ها الاول وشرط اخر سلامي، الغسالة ما بتحتكروها بالدهور. ماشي بالدهور، يومين بيومين بيومين. ايه ونهار الجمعة بنأجرها. لا الغسالة ما بتتأجر، بركي طلع لنا واحد جربان بيعدينا بينخرب بيتنا. كان شو بدنا نعمل فيها يوم الجمعة؟ الجمعة بترتاح، عطلتها الأسبوعية، شو مو بني آدم هي؟ مو من هلا بدنا نبلش خلافات؟ يلا ابو البدع عودك رنان. رنت عودي الك. بدك تغني وتعزف ولا بس عزف؟ عزف وغناء طبعا. يعني ما بيسود الغسيل اذا سمع صوتك. بطلت غني خلاص، ما عاد بدي غني. يلي مو عاجبه صوت بديع ينقلي على برا. شو هالبيت هاد؟ ما بيصير حدا يمزح فيه، عم نمزح ابن عمي بدوعه، عم نمزح تعو. مزح مزح بدو. يلا بدعي، واحد اثنين ثلاثة أكشن لعيونك، وخمسة إلك. جينا وجينا وجينا، جبنا العروس وجينا، صار عنا غسالة عم نلمع بتخلينا. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، في عندي غسالة عم تغسل لي شروالي، مرتي ما بتلزمني أنا عم بغسل لحالي. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، شروالك شو مغمر مرمر قلبي مار مار، تلو زيت وزاعت وفرعة مغالة. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، مرتي وارد طنا بفرنسا ما في منا، بس الأبيض عنا ما بينضف بلا غسالة. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، جوزي تنو وارد ويا غزالي الشارد ويا دهان المقاعد علم على البنطلونة. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، جوزي بالغسالة عم يلمع ويلالي، كذبنا كذبة بيضة لسدن يا غالي. جينا وجينا وجينا، جبنا الغسالة وجينا، هلا وكل باب يندق رضا. هلا على دوري ندق الباب ومشفشق ومفتاح. وزيت النوار عارد يا غزال الشارد، من المقعد عن سب بطل. أهلين، قلتوا لي أخذتوا الغسالة؟ أي نحن ليش؟ خال أنا جاي استردها. ليش مين حضرتها؟ أنا صاحب المحل. بس عدم المؤاخذة نحن ما بنعرفك، يعني نحن اشترينا الغسالة من واحد تاني كان بالمحل. هذا الحمار ابن الحمار ابني، ايه انا ما بأمن اتركه دقيقة يا حاله، ولك كل ما اجا واحد بدي بيعه بالتقسيط، انا مانع التقسيط نهائيا يا خال. انا هذا الحكي ما بفهمه، لأن نحن اشترينا الغسالة ودفعنا قسط أول وخلاص ما عاد نرجع. لا لا تعمل لي قسط أول ما قسط أول، أخذ لي غسالة بـ 30 ألف ليرة، ودفع لي ألف، ما طق لي عليها. شوفي شوفي شو القصة؟ ليش العجقة هاي؟ هذا صاحب المحل جاي قال شو بده يرجع الغسالة. شو على كيفك؟ ما قلت له انه دفعنا القسط الأول؟ قلت له قال لي بس تطبق السما على الأرض ما راح بصدق انك راح تدفع بقية القسوطة. ليش شو ناقصنا أخي؟ لك كتار مثل حكايته. ايه شوف شوف هاي قائمة النصابين اللي دفعوا أول دفعة، وهي داك وجه الضيف. رجيني سامت حسين بي رشا شربتجي أيمن شرب أيمن رضا باسم ياخور نورمان أسعى شكران مرتجى سامية الجزائري سامية الجزائري باسم ياخور. يعني نحن نصابين.